بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 20 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وآله وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين مباحين اختار أيسرهما، وإذا خير أيضا بين عبادتين اختار أيسرهما، ولم يخير النبي بين حرام ومباح أو بين حرام ومكروه، فخير النبي في حدود المباح أو المستحب أو الواجب. هذا هو تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما انتقامه فلم ينتقم لنفسه قط، بل نهانا أن نغضب، وليس المقصود الغضب هو تغير النفس عند رؤية ما لا تريد، بل الانفعال عند الغضب وليس الغضب. فالغضب لا تملك نفسك أنت أن تغضب أو لا تغضب، أو تفرح أو لا تفرح، فالقلوب بيد الله يقلبها كيف شاء، ولكن لا تنفعل عند الغضب فتظلم. فمعنى لا تغضب يعني لا تظلم، يعني لا تنفعل عند الغضب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط، لأنه لا ينفعل لنفسه بل ينفعل لله. فإذا انفعل لله أقام حدود الله على العصاة من المسلمين، وجاهد الكفار خير جهاد انتقاما لله لا لنفسه. أما إذا نالوا منه صلى الله عليه وسلم تواضع وتنازل وقال اذهبوا لا تثريب عليكم، اذهبوا أنتم الطلقاء، هكذا كان حاله فيما بينه وبين نفسه، لا ينتقم لنفسه قط بل يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 90 بعد 106 آلاف، قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حا، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثم. خير النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة العشاء في الثلث الأول من الليل، وفي رواية النصف الأول من الليل، وبين أن تكون في أول الليل، فاختار أن تكون أول الليل تيسيرا على الأمة. وقال لما أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو ثلث الليل، قال والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. وخير صلى الله عليه وسلم أن يكون السواك ركن من أركان الصلاة، فاختار أن يكون سنة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فصار ركنا من أركان الصلاة كالوضوء، ولكنه يسر على الناس. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحج في كل عام مرة يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجب، فاختار أن يكون مرة في العمر صلى الله عليه وسلم. هكذا كان اختيار النبي في التشريع، فكان اختياره في التشريع يختار الأيسر، وكذلك اختياره في أمور الدنيا من المباحات كان يختار الأيسر صلى الله عليه وسلم. وكان يقول يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معنتين صلى الله عليه وآله وسلم. فإن
وان كان اثما كان ابعد الناس منه، يبقى النبي لم يخير في الاثم اصلا. قال صلى الله عليه وسلم: انتهوا عما نهيتكم عنه. ما تختاروش في النهي، ولكن في الاوامر اختار ما تستطيع في الاوامر، اما في النواهي انتهي عن كل ما نهي. فلم يخير في الاثم قط صلى الله عليه وسلم. وقال: اعبد الناس اتقاهم للمحارم. قال: اتق المحارم تكن اعبد الناس، اما في الاوامر فاتوا مما امرتكم ما استطعتم صلى الله عليه واله وسلم. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمه الله عز وجل. ده استثناء ايه؟ منقطع يسموه، استثناء منقطع. يعني وما انتقم يعني لم، ما النفية هنا يعني لم ينتقم، ما انتقم يعني لم ينتقم، يبقى اسمه ما النفي، لأن قد تأتي ما موصولة، قد تأتي نافية، قد تأتي بمعاني كثيرة، معاني ما كثيرة في اللغة. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، لكن إلا هنا بمعنى لكن، لكن إذا انتهكت حرمات الله انتقم لله، بالله انتقم لله في حدود شرع الله، يبقى انتقم لله في حدود شرع الله، أدي معنى انتقم لله بالله، انتقم لله بالله أي بشرع الله، فلا يظلم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لم ينتقم رسول الله لنفسه قط كده صح، الا ده استثناء منقطع مش استثناء متصل، بس لكن بمعنى لكن. كويس. وعن ابي قال: وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير حاء قال: وحدثنا احمد بن عبدة قال: حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في روايه فضيل بن شهاب، وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وحنه به قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما هنا بمعنى إذا، إذا لم يكن إذا، يبقى ما أحيانا تأتي بمعنى إذا، وأحيانا تأتي بمعنى اسم الموصول لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. ما هنا موصولة، مش كده بمعنى الذي أو التي أو الذين، وغالبا ما تطلق على إيه؟ على غير العاقل، أما من فتطلق على العاقل. لكن ما هنا إذا بمعنى إذا، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أي إذا لم يكن إثما أو إن لم يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فلا تخيير في المعاصي، التخيير في الطاعات، التخيير في الطاعات ما لم يوجبها الله. يعني افعل الواجب عليك من الطاعة أولا، ثم في الفراغ بين الواجبات أنت مخير أن تنام أو تأكل أو تذكر ربك أو تصلي على النبي أو تزور جارك أو تعود مريض أو تذهب تعمل لتتكسب رزقا أو تصلي على النبي أو تصمت وتمكث هكذا أو تقرأ في كتاب أو شيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار في الأمور التي ليست فيها أوامر، أما لو في أمر أمرك أن تصلي تختار بقى تصلي ولا ما تصليش، يبقى الاختيار ليس في الواجبات وليس في المندوبات ولكن في المباحات. وعن أبي قال: يعني خيرك أن تقوم الليل
أو تنام، فاختار النبي أن يقوم وينام أيسر، فلم يختار أن يقوم الليل كله ولا ينام الليل كله لاعتدال صلى الله عليه وسلم. أمر بالصوم وسن لنا الصوم فلم يواصل الصيام، صام وأفطر صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت حياته كلها على سبيل الاعتدال حتى تستطيع أن تستمر في عبادتك، فلا تقطع عبادتك فيقطع الله عنك الثواب، فإن الله لا يمل حتى تمله. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: وحدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله: أيسرهما ولم يذكر ما بعده. يعني ما يجيش واحد يقول إيه، هو ربنا أجاز لي أن أصلي في بيتي وأيضا أمرني أن أصلي في المسجد، أنا أختار أن أصلي في بيتي لأنه أيسر، حيث أن النبي كان ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. اللي يقول كده تقول له: يا جاهل اسكت، يا جاهل اسكت، ليس هذا مكان تخيير. في ناس كده، في واحد يقول لك أصل السنة على التخيير، يعني أصلي ركعتين قبل الظهر أو ما أصليش ربنا مش هيسألني عنهم. والنبي كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فأنا الأيسر ليا إن أنا أقعد كده أستنى لما يقيموا الصلاة وما أصلي الفرض وأروح. يبقى ده مش فاهم، يبقى هذا الإنسان يحتاج أن يفهم، لأن النبي كان خير في المباح لا في المندوب ولا في الرواتب ولا في الفرائض، فاهم؟ ولكن كان يختار في المندوب الميسر المتيسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يستمر على قيام صلاة التراويح في رمضان يوميا مخافة أن تفرض، مخافة أن تفرض، لأنه كان في زمن التشريع. أما بعد زمن التشريع وانقضاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تواظب على صلاة التراويح يوميا، ولا تقول وتدعي أن النبي صلىها ثلاثة أيام فأنا يكفيني ثلاثة أيام تراويح في رمضان متسننا بالنبي، أنا أتبع النبي. ما شاء الله، أنت جاهد يا أيها الجاهد، لأن النبي كان يشرع وأنت لا تشرع. النبي يخاف أن يفرض على أمتي فرائض كثيرة، أما أنت فأنت تابع ولست متبوعا، ففرق بين التابع والمتبوع، فهم؟ وعن أبي قال: حدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. يجوز ضرب المرأة للتأديب، وكذا يجوز ضرب الخادم للتأديب، ويجوز كذلك ضرب الدابة للتأديب، يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل من الجائز إلا ما فيه الشفقة والرحمة، فترك من الجائز الذي ليس فيه شفقة ورحمة كالتأديب، كضرب التأديب. فالنبي حتى لم يستخدم من المباح ما في ظاهره نوع قسوة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يربي بالنظرة وكان يربي بالتغافل، فكان إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح كأنه لم يره، فلا يعلق عليه كثيرا، ثم بعد ذلك يوجه بطريق غير مباشر، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولكن لا يواجه من فعل التقصير مواجهة عينا بعين ووجها لوجه، لأنه كان حييا صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يحرج أحد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يربي بالتغافل ويوجه بطريقة غير مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان حاله حسن العشرة صلى الله عليه وسلم، حسن التأديب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة. يجوز ضرب المرأة الناشز، النبي عمره ما ضرب امرأة، ولا خادما، يعني حتى زوجته لما يتظاهر عليه عمل ايه؟ ترك لهم البيت وقعد لوحده في الايه؟ في العلية بعيد كده غرب المسجد، سابها لهم 40 يوم، مع انهم تظاهروا عليه وعملوا عليه وطلبوا منه النفقة وطلبوا مش عارف ايه وعمل. الزوجات ما راحش يضرب حد، وكان له يعني من حقه ان يضرب الرجل اذا نشزت امرأته،
أو رفضت طريقته في حياته. النبي اختار في حياته أن يكون متقشفا، وبعضهن كن يريدن أن يوسع عليهن فلم يتعرض لهن، ولكن أعرض عنهن وأشح ومكث بعيدا عنهن حتى حكم الله بينه وبين زوجاته وخيرهن فاختارهن، فاختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حاله. فالنبي لم يضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم، وإن كان يباح للرجل أن يضرب امرأته أحيانا، لكن في ناس لا تعرف من القرآن إلا واضربوهن، وكأن القرآن كله نزل فيه كلمة واحدة وهي واضربوهن، فتجده يضرب زوجته ولا يصلي ولا يصوم ولا يحسن عشرتها ولا ولا ولا، ويجي يضربها تقول له ليه بتضربني، يقول أصل ربنا قال واضربوهن. يعني ناس بتفهم القرآن بطريقة غريبة الشكل، فهم؟ ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، ده حتى ولا دبة. ده يقال أن النبي كان يركب الحمار لا يضربه صلى الله عليه وسلم، كان يضرب الدابة اللي فيها نوع مرض أو لكاعة فيضربها كده بقضيبه فتتحول إلى أنشط دابة تبركا، يعني يضربها كده يباركها صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي جمل جابر في الغزوة لما أعيا به وبقى هو آخر جمل في القافلة، كل القافلة قدامه والجمل بتاعه ماشي، يمشي خطوتين ويقف، يمشي خطوتين ويقف، سيدنا جابر يحاول يحركه شغل مش عايز. فالرسول صلى الله عليه وسلم مجرد ضربه كده بقت القافلة ماشية ورا جبل جابر، ورا جبل الجمل بتاع جابر معروفة. يبقى النبي كان حتى إذا ضرب ضرب تبركا، يضرب لا إيلاما صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب أن يؤلم أحدا، لا إنسان ولا حيوان ولا حتى الحجر، كان إذا مشى على الأرض مشى الهوينة صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. يبقى فينتقم لله عز وجل بالله أي بشرع الله، فكان لا يجاوز حتى عند انتقامه أو عقوبته لأحد. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدة ووكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيل بعضهم على بعض. باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه يطيب به الطيب، يطيب به المسك، شوف عرق النبي. فالنبي كان لا يحتاج إلى أن يتطيب، إلا أنه كان يتطيب تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق كثير من ماله على الطيب صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أمته حسن الرائحة صلى الله عليه وسلم. فكان النبي كان أطيب الناس ريحا، سجية فيه وفطرة فيه، فكان عرقه أطيب من المسك كعرق أهل الجنة، وكأن جسد النبي ده من الجنة. ما احنا عرقنا في الجنة حيبقى مسك، عرق النبي في الدنيا كان مسك، يبقى جسد النبي ده من الجنة مش من الدنيا، فهمت بقى ازاي؟ جسد مخصوص كده، عشان كده الأرض لا تأكل جسده، لأن الجنة لا يفنى ما فيها، فالأرض لا يأكل جسد، وجسد النبي ده جسد حاجة تاني، فهم؟ صلى الله عليه وسلم. وأولين مسه، يعني النبي كان يعيش في بلاد حارة جافة، والبلاد الحارة الجافة لابد أن يكون جدك جافة خشنة، طبيعة الجو كده، الحياة كده، فهم؟ لكن العجيب إن الناس كانت تسلم على النبي تفاجأ بيد ألين من الحرير، هم أيديهم خشنة وهو ايد النبي ألين من الحرير، ايه ده؟ كأنه عايش في بيئة غير البيئة، وعايش في مجال كأن تغيرات الطقس لا تؤثر على هذا الجسد، ده جسد كده رباني، ربنا خلقه لا يتأثر حتى بإيه؟ بتغيرات البيئة. كعب الواحد فيهم كان يبقى مشقق، الشق يستخبى فيه فار، وكعب النبي حاجة جميلة ينبو عنهما الماء، ايه ده؟ لدرجة هم لاحظوها، يعني الحكاية دي اللي حظوها، لان هما بيشوفوا كعوب بعضهم عادي، يجي يشوفوا كعب النبي ايه ده حاجة، ده مش كعب عادي، فهمت ازاي؟ وعلشان كده كل الحاجات دي لاحظوها في النبي، اي واحد فيهم
ابته تلاقيه اخضر لونه كده غير لون بقيه جسده، اخضر. يجي النبي يرفع ايده يلاقوه بياض ابطيه. ايه ده؟ مفيش حتى تغير عند التقاء الجسد تملي، لما الجسد يلتقي مع الجسد في ثانيه تلاقي الاماكن دي لونها مختلف. كل الناس كده. والنبي لما يرفع ايده كده يفاجئ انه مش زيهم. ايه ده؟ يقول لك رفع يديه حتى راينا بياض ابطيه. الله، ده لفتت انتباههم، لان هم بيرفعوا ايديهم كده بيشوفوا غبره ابطيهم. انما النبي بياض ابطيه، يبقى النبي كان جسده مختلف صلى الله عليه وسلم. من جميع الجهات كان جسد النبي مختلف صلى الله عليه وسلم. ادي معنى مس ايه يديه. يقول لك ايه؟ ما مسست ديباجا ولا حريرا قط الين من كف رسول الله. لان سيدنا انس طول النهار قاعد بيسلم على الناس، يلاقي كل الناس خشنين خشنين، يخش ايد النبي يلاقي ايه الحلاوه دي؟ فهمت؟ يبقى النبي كان جسده مختلف. يعني لفت انتباههم، يعني نفس جسد النبي لفت انتباههم في التعامل معه، في النظر اليه صلى الله عليه وسلم، في رائحته، في طريقه مسته للاشياء. اذا مس الاشياء ترك رائحه طيبه. ثم كل ما مسه النبي لا يتاثر بالزمان، خلاص كان خلاص. لدرجه يحط ايده على راس انسان تبص لا يعيش، لما يبقى عنده 90 سنه الحته اللي حط النبي ايده عليها ما تشربش، تفضل سودة. ايه ده؟ ايه الحاجات الغريبه دي؟ فلاحظوا ملاحظات عجيبه في هذا النبي المبارك، حيثما حل وحيثما مس وحيثما لمس وحيثما تنفس صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحه القناد قال حدثنا اسباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سامره قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الاولى، اللي هي الظهر، يعني يقولوا الاولى اللي هي الظهر. ثم خرج الى اهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي احدهما، فجعل يمسح خدي احدهما، يعني يحط ايده كده ويده كده، او بايديه الاثنين على خدودهم كده صلى الله عليه وسلم. فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، قال واما انا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا او ريحا. هم في بيئه حاره، ايديهم سخنه، ايديهم سخنه، ما هو عايش في بيئه صحراء وشمس ورمل وجفاف، تبقى الايد سخنه جافه خشنه، يعني لما يجي يحط ايده على وشك تقول له ابعدها كده، ايه ده؟ كانه جاب لك خشبه، كان حط لك خشبه على ايده. لكن هو يجي النبي يحط ايده على هذا يقول والله ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ فتعجبوا من ايه؟ من لين يد النبي صلى الله عليه وسلم. واما انا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا او ريحا كانما اخرجها من جؤنه عطار. جؤنه العطار اللي هي القاروره اللي العطار يجمع فيها الطيب، فتلاقيها ايه باستمرار رائحتها فياحه. فاهم؟ فهم بقى حاطين ايه ده؟ كان النبي غارس ايده في عطر وحاططه، وهو مش غارس ايده في عطر ولا حاجه، ده مسح خدود يجي 10 20 عيل، يعني حتى لو كان فيها اثر الطيب كان اتمسح. يبقى كده هي سجيتها كده، خلقها الله من هذه الحالة صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان اللي كل يمسحه يقعد ريحته طيبة عدة ايام، يروح عند امه تحميه وتليفه وتنضفه مرة واثنين وثلاثة، ويقعد ثلاث اربع خمس ايام الواد ريحته حلوة. كل ده عشان النبي حط ايده عليه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان وابن المغيرة عن ثابت قال انس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقوليش ان ريح النبي مسك ولا عنبر ولا ريحان ولا ورد ولا ده، هو في الاخر لما احتار قال ولا حاجة خالص. قال الأول عنبر، قال عنبر إيه يا عم؟ طب مسك؟ لا لا مسك إيه؟ دي حاجة تانية، حاجة من الجنة كده. فهمت؟ ما شممت عنبرا قط ولا مسك ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي
قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة، وده من أجمل الألوان، كأن عرقه اللؤلؤ، يعني رائق رائق مضيء لامع عرقه كده. إذا مشى تكفأ، يعني تحرك جسمه على حسب مشيته، مش ماشي كده زي الخشبة، لا يتحرك كده مع حسب إيه مشيته العادية، لكن ما يمشيش كده متخشبا، لأنه لو ماشي متخشبا يبقى إيه يعاب، كأنه في عيب في مفاصله. لكن النبي كان يتحرك جسده بما يناسب حركته، فعبروا عنها بكلمة يتكفأ. ما يجيش بقى واحد يقول لك أصل النبي كان يمشي يتطوح، يبقى أنا مش فاهم بقى، مش فاهم الأستاذ، مش فاهم لغة العرب، فهمت إزاي؟ فلازم يعرف يتكفأ، يعني يهتز جسده على حسب طبيعة مشيته، لأن الإنسان إذا ثبت جسده أثناء المشي كان هذا عيب في مفاصله، فهمت إزاي؟ يبقى عنده تيبس في المفاصل بقى، ده ولا مريض ده ولا إيه؟ ده كان النبي كان مشيه يدل على نشاط في جسده صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس ده مين؟ اللي عاش مع النبي 10 سنين بيقول كده، عارف لو شم مرة رائحة مش كويس كان قال ده، هو كده رائحة النبي على طول، يبقى صحي من النوم كده آخر النهار كده بيحفروا في الخندق ويضربوا ويعملوا وعرقانين، والنبي برضو أطيب من ريح المسك. فالنبي على كل أحوالي كان على هذه الحقيقة صلى الله عليه وآله وسلم. باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، فقال عندنا يعني نام القيلولة، يبقى قال عندنا يعني نام القيلولة، أي وقت القيلولة اللي هي الوقت اللي يأتي من عند الضحى كده إلى ما قبل الظهر، ده يسمى وقت القيلولة. فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، يعني تجمعه بالمسح، تمسح العرق كده تجمعه وايه وتحطه في القارورة بتاعتها، تمسحه كده وتحطه في القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها. يقال أنه كان بينهما خؤولة في الرضاعة، يعني هي يقال أنها هي وأختها خالتاه في الرضاعة صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من محارمه، فكان أحيانا يذهب إلى بيتهم وقت القيلولة يستريح قليلا عندهم وينام على فراشهم. فأتيت فقيل لها، فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم. استنقع يعني تجمع العرق في صورة قطرات على تجاعيد الجلد، قطعة أديم الجلد لما يتجعد يكون زي المجاري كده، فيه مجار، فابتدى يستجمع قطرات النبي في هذه التجاعيد. فأول ما شافت المنظر ده جابت العتيدة بتاعتها، يعني هي زجاجة صغيرة، وقعدت تجمع هذا العرق من قطعة القديم. واستنقع عرقه على قطعة قديم على الفراش ففتحت عتيدتها. كل امرأة تلاقي عندها صندوق صغير كده تحط فيها الحاجات الغالية بتاعتها، صندوق كده تحط فيه مثلا الجواهر بتاعتها، تحط فيها ايه الطيب بتاعها، تحط فيها الغويشه، الحلق، الحاجات اللي هي ادوات الزينه بتاعتها دي اسمها العتيده. ففتحت عتيدتها فجعلت
تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي استيقظ من الحركة، النبي لما شاف حركة كده استيقظ فتح عين، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتي. يبقى النبي أقرهم أهو على التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم، أصبتي. يبقى من لم يتبرك بأثار النبي أخطأ ولم يصب، وهذا مذهب الوهابية، مخطئين ولم يصيبوا شيئا قط للأسف في تعامله مع النبي ومع الصالحين. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا، يعني إيه؟ بساط من جلد، نطعا، فيقيل عليه وكان كثير العرق. طبعا في بيئة حارة جافة، فالنبي كان كثير العرق صلى الله عليه وسلم، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي، يعني أخلط به طيبي. أدوف يعني أخلط. باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. والعجيب أن النبي في عز البرد كان يعرق عندما يأتيه الوحي في البرد، في الليلة شديدة البرد إذا أتاه الوحي عرق النبي صلى الله عليه وسلم، دليل أنه كان يعاني. الوحي فيه نوع معاناة، لماذا؟ التقاء ملك مع بشر، فاختلاف الطبيعة يحصل هذه المعاناة، ولكنها كانت معاناة النبي في الأول كان يتعب منها، ثم بعد ذلك كان النبي يفرح بها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة، لينزل يعني لا يوحى إليه، ثم تفيض جبهته عرقا، يعني عندما ينفصل عنه الوحي، يعني ينفصل عنه، تبص تلاقي إيه؟ يترك أثر عرق بقى على إيه؟ على وجهه وجبينه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حا قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، ثم يفصم عني، يعني يقلع عني أو ينفصل عني، وقد وعيته. يبقى يأتي مثل صلصلة الجرس، صلصلة الجرس تلاقي صوته متتابع، واخد بالك؟ كأنه في أثنائه لا يميزه، فأول ما ينفصل عنه يجد أن كل الوحي مطبوع في عقله وقلبه صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ملك في مثل سورة الرجل، وأسهل الايه الوحي، أيسر الوحي أن يأتي بقى من خارجه في سورة ايه بشر، إنسان مثله يلتقي منه، فدي أيسر الصور وأصعب الصور. يبقى أصعب صورة من الوحي أنه إيه يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وأيسرها أن يأتيه إيه في مثل سورة الرجل فأعي ما يقول، يبقى بنظام التلقين بقى يقول له ويقول بقى رفع. دي أيسرها. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى. طب وما تكلمش على رؤيا، والرؤيا وحي أيضا للعلم بها لأنها معلومة بقى خلاص، هو كلمه على الحاجات اللي هي مش معروفة الخاصة بيه، إنما الرؤية فكل الناس ممكن ترى رؤى صحيحة، فهمت بقى؟ عشان كده ما جابش سيرة الرؤية. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله، الحسن البصري،
عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. كرب يعني إيه؟ شعر بالعناء يعني. وتربد وجهه يعني إيه؟ يعني بان ظهر على وجهه أثر إيه؟ الشدة. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم. يعني نكس رأسه يعني خفض رأسه. فلما أتلي عنه يعني ارتفع عنه. فلما أتلي عنه يعني فصم عنه ارتفع عنه رفع رأسه. ونقف على باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.